نائب رئيس الوزراء البريطاني الجديد أوليفر دودن يقترح منح وزيرة الداخلية في البلاد صلاحيات لتجاوز الأحكام الصادرة عن المحاكم الأوروبية بشأن ترحيل المهاجرين المقترح يأتي فيما تمضي الحكومة قدما في خطة لترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا وهو الأمر الذي يواجه انتقادات حادة من منظمات إنسانية وكذلك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت بأن هذه الخطه تنطوي على خطر حقيقي بحدوث ضرر لا يمكن تصحيحه وفقا لوصف المحكمه. وتجادل الحكومه البريطانيه في المقابل بأنها تبذل ما بوسعها لوقف رحلات المهاجرين غير الشرعيين عبر القنال الانجليزي، خصوصا مع تصاعد ارقام الوافدين من المهاجرين اليها بخمسه اضعاف خلال العامين الماضيين. كيف ستوازن الحكومة البريطانية بين الأمرين؟ وهل تتحدى القرار الأوروبي وتواصل خطتها المقترحة؟ معنا من لندن كبير الصحفيين في صحيفة التايمز البريطانية مايكل بنيان، سيد بنيان مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار، مشكلة حقيقية تواجه الحكومة البريطانية هي من جهة تحاول الحد من تدفق هؤلاء اللاجئين كما اشرنا في المقدمه خمسه اضعاف بلغوا العام الماضي وفي الوقت نفسه يعني هناك انتقادات حاده تتعلق بحقوق الانسان وكل هذه الامور ومواقف المحكمه الاوروبيه، كيف برايك يمكن للحكومه ان توازن بين كل هذه الامور؟ سيكون من الصعب جدا أن تتمكن الحكومة من إرضاء الجميع وتحقيق التوازن. إحدى المحترقات كانت مغادرة ربما اتفاقية حقوق الإنسان من جانب بريطانيا ولكن هذا سيعد خيانة لأن بريطانيا كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس أوروبا التي يعد أو الذي يعد مقراً لهذه لهذه المنظمة ويعد طبعا منظمه مستقله وبالتالي ستتردد بريطانيا في مغادرتها ومن جهه اخرى فيما لو تحدت بريطانيا هذه المحكمه محكمه المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان فربما تفرض عقوبات ضد بريطانيا وطبعا ما من احد في الحكومه يريد ان تفرض عليه طبعا عقوبات من جانب هذه المحكمه اذا مهما يحدث سيكون خيارا صعبا. تصريحات لافته لوزيره الداخليه سويلا بريفرمان تقول فيها بأنه يجري الآن غزونا عبر القناة الإنجليزي هذه تصريحات اعتبرها البعض أو كثيرون اعتبروها عنصرية خاصة وأنها تصدر من, من, من شخص يعني له أصول من المهاجرين كيف تقرأ هذه التصريحات سيد بنيان باعتقادي ان وزيره الداخليه الحاليه والسابق ولي الصدف كان من كينيا من طبعا اصول هنديه ولكنهما يختلفان او لكنهما عفوا يعتمدان اراء الجناح اليمين او اذا اليمين البريطاني وطبعا هناك عدد من المهاجرين القادمين من بريطانيا وايضا من الدول الاوروبيه ولكنهم يأتون في قوارب وبأعداد متصاعده في الآونه الأخيره، وطبعا هو أمر غير محبب لدى البريطانيين بأن هؤلاء المهاجرين يطالبون بحقوق لدى وصولهم الى بريطانيا وهذا ما تحاول أن تصعبه عليه الحكومه وتحديد ربما المكاسب التي يمكن أن يستفيدوا منها عند وصولهم الى بريطانيا، وكل ذلك يواجه بانتقادات من منظمات الإنسانية. طبعاً كل هذه الضجة ثارت حول هذه المسألة منذ فترة وخاصة العام الماضي عندما قضت أو توصلت بريطانيا الاتفاق مع رواندا بإعادة عشرات الآلاف من المهاجرين إليها. لكن حتى الآن لم تتم إعادة أي أي مهاجر ما زلنا بانتظار فصل القضاء في في مدى قانونية هذه المسألة. كيف تتوقع أن تفصل المحاكم في هذا الموضوع؟ أعتقد أن المحاكمات أو المحكمات لن توافق على اقتراح إرسال المهاجرين إلى رواندا، هناك الكثير من العواقب، ولكن هناك أيضا احتمال الاستئناف. طبعا لقد تم الاتفاق على هذا أو تم التوقيع على الاتفاق منذ ثمانية أشهر ولم يتم توصيل أي مهاجر إلى رواندا، ولكن هناك أيضا سؤال حول سلامة المهاجرين وما إذا كان كان هناك طبعا عدل وطبعا لا سيما فيما يتعلق بجلسات الاستماع من جانب منظمات الانسانيه وطبعا عما اذا كان هؤلاء المهاجرون يريدون البقاء في رواندا وما اذا كانت ايضا السلطات الرواندية تريد الاحتفاظ بهم مع كل الخبره التي عانتها من او عاشتها مع اللاجئين الذين قدموا من العراق وافغانستان وبالتالي من غير الواضح متى ستؤول اليه الامور بغض بغض النظر عن كيفية كيف ستؤول إليه الأمور سيد بانين الآن التوقعات بأن بريطانيا سوف تضطر لإيواء نحو 140 ألف تقريبا طالب لجوء إضافيين كيف برأيك ستتعامل مع هؤلاء في ضوء كل هذه الضجة التي تثار حول هذا الموضوع؟ سيكون أمرا صعبا لأن السؤال يكمن في إيواء هؤلاء الطالبين أين سيكمثون في فنادق والفنادق مرتفعة الأسمان كثيرة وطبعا الحكومة حددت عدد من الأماكن التي كانت مثلا معسكرات عسكرية سابقة وأماكن فارغة حاليا أو سكنات ربما أصبحت فارغة أو مباني غير مقطونة غير مسكونة يمكن إيواء فيها مؤقتا ولكن مع ذلك ستكون الكلفة باهظة وسيكون من الصعب طبعا إبقائهم هناك لمدة طويلة سيبدو كذلك وذلك وكأنهم في السجن ولا يريد أحد ذلك وطبعا سيكون الأمر صعبا أيضا لا سيما مع طبعا آراء المقيمين الذين هم ضد ذلك كيف تتوقع أن تكون علاقة بريطانيا مع الجهات الأوروبية الأخرى وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي يعني من شأنها أن تمنع عمليات الترحيل هذه ألا تتوقع أن يؤثر ذلك على علاقات بريطانيا بشكل عام مع الجيران الأوروبيين؟ قد يؤثر ذلك نعم على العلاقه ولكن كل الدول الاوروبيه المجاوره وعدد كبير من الدول الاوروبيه تواجه المشكله نفسها وعدد من الدول الاوروبيه كانت حازمه مثل بولندا وهنغاريا وطبعا معظم الدول في اوروبا الشرقيه رفضت استقبال اي مهاجرين ايطاليا الان تعمها اعداد كبيره من المهاجرين القادمين من المتوسط وطبعا فرنسا أيضا لديها الكثير من المهاجرين القادمين إليها، وطبعا من الواضح أن هذه المسألة لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون بين بريطانيا وجيرانها لا سيما فرنسا، لأن فرنسا يمكنها أن تراقب أيضا الجهة، الجهات الفرنسية من القناة الإنجليزية وطبعا كان هناك كلام مشجع على التعاون وطبعا في هذا الإطار التعاون بين بريطانيا وفرنسا، وطبعا قد تتمكن الدولة من وقف العصابات التي تهرب البشر ما لم يتم ذلك سيكون من الصعب شكرا جزيلا لك مايكل بنيان كبير الصحفيين في صحيفة التايمز البريطانية كان معنا من لندن